بنعود مشاهدينا لمتابعة هذه التغطية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان. معي بالاستوديو الجنرال المتقاعد العميد عادل مشموشي، أهلا وسهلا فيك معنا. الوضع على الميدان يحتدم جدا، الأمور عم بتسوء والتهديدات أصبحت يعني أخطر وأخطر وتتوسع على عدد أكبر من المناطق اللبنانية. بدي أبدأ معك، مع أنه الغارات اللي عم بتصير يعني نقطة مهمة كتير، ولكن ربما الأخطر هو ما يحصل بالبر بالجنوب. فعلياً ماذا يجري بالتحديد؟ هل فعلاً إسرائيل تتحضر لغزو بري باتجاه لبنان؟ أم أنها فقط كما قلت حضرتك بلقاءات سابقة أنه هو استطلاع بالنار، عم بتفوت فرقة لتشوف كيف عم بيصير الرد عليها؟ ماذا يجري فعلاً براً؟ في الواقع ما فينا نستثني أي مكون أو أي اعتبار من كل الاعتبارات اللي تفضلت عنها، سواء كان الغارات الجوية اللي أنا برأيي هي كانت الأهم والأمضى أو الأقصى على المستوى اللبناني لغاية الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لي ما يحصل على الجبهة مباشرة، يعني القتال البري ومحاولة أنا برأيي منع أو تأخير أي اقتحام للعدو الإسرائيلي أو يعني التبغل داخل الأراضي اللبنانية، خاصة أنه لغاية الآن بعد ما شفنا قديش افق هذا التبغل ان صح التعبير، وان كان الهدف المعلن اسرائيليا انه بس لضفاف الليطاني او 7 أو 10 كيلومتر الى ما هنالك، هذا كله انا برايي من خلال يعني التمويه لما يخبئه لنا العدو الاسرائيلي. على الاقل نحن كسلطات لبنانيه كلبنانيين علينا ان ناخذ كل الاحتمالات واخطر الاحتمالات بالحسبان في هذا الاطار. اذا في هذا الاطار انا برايي على الرغم كل التضحيات وكل الملاحم اللي عم بيقوموا فيها المقاتلين على الجنوب بغض النظر عن يعني ليش وصلنا لهون، انا برايي الا انه انا الامر ينطوي على مخاطر كثيره، لانه الامكانيات هؤلاء المقاتلين يعني اللي واقفين على الجبهه اللي عم يصبوا باجساد انا برايي وبحرب غير متكافئه قد لا تطول كثيرا، لانه مثل ما قلنا في خلل كبير بموازين القوى ان كان عند الجيش الاسرائيلي او مقابل المقاومين، فاذا من هون بيتحتم امر كثير خطر. الأمر الآخر الحقيقة إلى بعد معنوي، الحرب ما يحصل اليوم على الجبهة الحدود اللبنانية الفلسطينية إلى شيء معنوي، لأنه كلنا نتذكر بال 2006 عندما حاولت إسرائيل التبغل إلى الأراضي اللبنانية وتعرضت وقتها لتنين محكم أنا برأيي وأنزل فيها يعني أضرار مادية وبشرية كبيرة، وقد نكون أنه أمام ذات المشهد اليوم. يعني ليه؟ لأكثر من سبب. أول شيء العوامل يعني الجغرافية بتلعب دورة، لأنه الآليات هيدي الدبابات وكل الاليات بشكل عام العسكري هي ثقيله، وبالتالي سرعتها قليله وما بتقدر يعني تعبر عبر المنحدرات الجويه الا بما يعني ممرات محدوده، وهون بيستغلوها المقاومين لحتى ينقضوا بسرعه بما لديهم من اسلحه خفيفه للانقضاض على الارتل الاسرائيليه اللي عم تحاول تدخل الاراضي اللبنانيه. بس برجع بقول يعني مثل ما ذكرنا هذيك المره انه قد يكون عند العدو الاسرائيلي من القدرات ما يؤهله الى التوارع عن هذا الانذار. بعدنا لغاية الآن فينا نقول نحن هي مع عملية استكشاف ليشوف كل واحد قديش لدى الخصم من أسلحة وشو هي قدراته وكيف هي المناورات اللي عم يعتمدها في هذه الحرب. إنما دائما نحن كعسكريين لازم نتفكر بالبعد الأبعد. إذا كان العدو الإسرائيلي يضع نصب عينيه، يعني إن كان إقامة شريط حدودي يعني أو منطقة عازلة وبعد منها شريط حدودي قد يخطط له بعدين، أو اجتياح كبير واسع على الأراضي اللبنانية، كل هذه الاحتمالات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي لن تقف عنها كل ما يحصل حاليا اليوم على الأراضي الجنوبية. فإذا ينبغي هون على كل القوى المعنية التحسب لمخاطر ما يحصل اليوم والعمل أنا برأيي يعني المراجع السياسية بكل المكونات السياسية اللبنانية بغض النظر عن المواقف منهم مما يحصل، أنا برأيي مدعوين للجم هذه الحرب وبذل الضغوطات اللازمة لوقفها قبل فوات الأوان. وفي هذا الإطار اسمحي لي نبلش فيها، أنا برأيي أنا أدعو كل المقومات السياسية اليوم لعقد قمتين، قمة روحية للتداول بالشأن الحاصل وقديش بتكون حلوة لو بتجي من البطرك سفير ويحضر فيها كل المكونات، عفوا بطرك الراعي، وقمة على المستوى القيادات السياسية مش بس يعني الممثلين بالمجلس النيابي إنما كل المرجعيات الوازنة. الغرض من هاتين القمتين أنا برأيي تشكيل وفد وازن لبناني لمغادرة الأراضي اللبنانية ولمراجعة كل مصادر القرار المؤثرة على المستوى الدولي أنا برأيي للجم هذه الحرب، وإلا قد يعني عم نفوت حالنا على حالنا فرص كبيرة، وهيك بنكون عم نسهل على الكيان الإسرائيلي يعني القضاء على كل المقدرات اللبنانية. فإذا فلنتحرك قبل فوات الأوان، فتنا بهذا الخيار خيار يمكن لم يكن محكم الدرس أنا برأيي، لم يكن مدروس، بني على اعتبارات أنا برأيي غير
موضوعية غير يعني بقرارات مرتجلة كلفتنا كثير، ولكن تداركا للكلفة الأكبر أنا برأيي على كل المستويات، على كل المستويات إن كان البشرية على المستويات الاقتصادية، وكلنا نعرف نحن قديش لبنان اليوم هش اقتصاديا وماليا، فإذا خلينا نحن نوقف الخسائر عند هذا الحد قبل فوات الأوان، لأنه شفنا أنه الأمور يعني ما عاد بإيدنا كلبنانيين نحن، وبالتالي يتحكم فيها العدو الإسرائيلي، مش بس العدو الإسرائيلي كجبهة، لا هو حتى مؤثر وفاعل وضاغط على القرارات على المستوى الدولي. يعني اليوم مثل ما قلنا هذيك المرة أنه نتنياهو يعني بيخيل يتخيل بأنه هو قائد للمجتمع الغربي كله في وجه ما يسميه بمحور الشر. طيب خليني أرجع شوي لأمور الجبهة. التحرك براً أتى بعد اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، واغتيال عدد كبير من القادة بحزب الله. لماذا التحرك البري أتى بعد هذا؟ شو هو التكتيك اللي اتبع هون؟ هل هو لكسر المعنويات على الجبهة؟ لا، أنا بعتقد أن العدو الإسرائيلي من الناحية المفهوم العسكري صحيح، يعني الإيديولوجيا العسكرية عادة يصار إلى ضرب إذا في سلاح جوي عند العدو أو الخصم. بلبنان ما في سلاح جوي، وبالتالي يعتمدون على بعض الأسلحة يعني المضادة للأهداف الجوية، المضادات الجوية. لبنان نحن نعرف أنه سلاح جوي ما في عنا سلاح جوي. الأمر الآخر هو بده يخلص من الأسلحة الأكثر إذا بدك يعني قدرة على يعني التأثير بجبهة المعركة لدى حزب الله، وهذا ما توخي بالأول. أول شيء تعمد بادئ الأمر، ما كان مقرر أنه يفوت المعركة لأنه كان منشغلا بحرب غزة، كان عم يستهدف إذا صح التعبير ما يسمى بسدنة الصواريخ، يعني مطلقي الصواريخ واللي عاملين على الجبهة المباشرة، وشفنا أنه راح يعني المنصات. وهونيك بلشت إذا بدك مؤشرات كان لازم تأخذ بعين الاعتبار أنه الخرق الاستخباراتي أو التقني إن صح التعبير لمنظومة المقاومة بشكل عام، كان لازم من وقتها نبلش نفكر، مش أنه نقول بس السيلر غير السيلر. أنا برأيي في أبعاد بعد بتتكشف الأيام المخيف أنه بعدنا لغاية اليوم كمقاومة كدولة لبنانية وكأجهزة أنا برأيي الاستعلام الأمني في لبنان، الأمن الاستباقي، بعد ما قدرنا كشفنا ما هيك شو هي مواضع الخرق، مواضع الخلل اللي دخل منها العدو الإسرائيلي تقنيا وأخذ كل هذه المعلومات، طبعا بموازاة الخرق البشري. يعني قد يكون ثمت هناك جيش من العملاء، خاصة وأنه لبنان في الكثير يعني عدا أنه ممكن يخرق اللبنانيين، حل الوضع الاقتصادي كمان بتسهل هذا الأمر، عندنا كمان كثير أجانب، يعني صح. بمعنى أنه عرب وإيرانيين وهودي، من الصعب على أجهزة الأمن اللبنانية الحقيقة متابعتهم ومعرفة خلفياتهم، لأنه ما عندك كل إذا بدك السير الذاتية التاريخية لإذن. فإذا هذا الأمر أنا برأيي دقيق ودقيق جدا. برجع بقول ليش يعني مثل ما قلنا هو حاول يقضي على كل ويضعضع إذا بدك القرار السياسي والقرار العسكري، يعني نسميه لمركز التحكم، مش السيطرة هي التحكم أكثر، يعني بأنه كيف بدنا نوجه والإدارة يعني. المعركة إدارة المعركة صح التعبير، لا يخلق حالة إرباك لدى القيادة العسكرية في حزب الله. فإذا هذا الأمر أنا برأيي من هون دفعوا بعدين بعد ما تفرغ للجبهة اللبنانية صار يباشر عم بيستكشف شو في على الحدود اللبنانية وشو بعد في عند حزب الله من قدرات قتالية، إن كان على المستوى البشري أو على المستوى التسليح، لأنه هو قال إنه أنا ضربت كم كبير يعني مئات المراكز المخازن تخزين الأسلحة وكمان منصات إطلاق صواريخ. وتلقون منصات إطلاق صواريخ بدنا نبين هون للمشاهد ليعرف إنه هيدي الصواريخ اللي بتنضرب أرض أرض، بمعنى مش اللي مضادة للآليات. فإذا هي الأسلحة مثل الكاتيوشيا القريبة والمتوسطة المدى والبعيدة المدى، أما الصواريخ المضادة للدروع فهي هذه عادة إما عن الكتف أو عبر منصات كتير صغيرة كمان بيحملوها شخصين ممكن. فإذا وهيدي لمسافات قريبة يعني 1000-2000 كيلومتر 5000 كيلومتر بالأكثر، هلا عم بيقولوا إنه في صواريخ مطورة شوي توصل ل 10000. فإذا من هون العدو الإسرائيلي بعده لغاية الآن أنا برأيي عمال يستكشف المعلومات على أرض الواقع، يمكن لحتى يشوف منين شو بعده موجود من هذه الترسانة. صحيح، وكمان بالإضافة إلى يعني هدف هو أخذه هيك مثل شماعة إنه أنا بدي رجع المستوطنين الإسرائيليين على المستوطنات الشمالية. هذه أنا برأيي يعني ما فينا نعتبرها هو كهدف نهائي للعدو الإسرائيلي، يمكن عم يلهينا فيه ليحقق أهداف أخرى.
ومن هون أهمية أنا برأيي يعني الاحتراز أو يعني التنبه لكل ما قد يخبئه العدو في إطار التوغل البري عدا المعركة كمعركة شاملة. تمام، اتضح من هذه المعركة الفعلية يعني لما صار التركيز على لبنان أنه القيادة قيادة الحزب كانت مركزة في الضاحية الجنوبية على ما يبدو، هيدا بنتيجة الاغتيالات. هل تعتقد أن القوة العسكرية لحزب الله مركزة في الجنوب فقط ولا في البقاع ايضا في ترسانه كبيره؟ لكن اللي فينا نجزمه انه الضاحيه الجنوبيه مش مخزن، واكيد ما فيها مخزن للصواريخ اللي ممكن تطلق على الدول الاسرائيليه، لانه في صعوبه لنقلها، يعني لصعوبه لنقلها وصعوبه حتى لضربها وما في داعي يتعرض المدنيين. هلا بغض النظر عما اذا كان كل المراكز القياديه لحزب الله في الضاحيه الجنوبيه، قد يكون في عنده مراكز ثانيه مناطقيه اذا صح التعبير على الجبهه، ولكن يعني يبدو انه وقت اعيد بناء الضاحيه اعتمدت مراكز وتحصينات انا برايي تحت الارض تحت الابنيه الاسرائيليه لاداره المعركه بصوره مركزيه، ولكن انا باعتقادي هذا صار اليوم بشكل خطر على يعني القياديين في حزب الله، وتبين انه اكثر من استهداف بذات المحل، وربما هذا يمكن خطا لانه خاصه وقت ناخذ بعين الاعتبار حجم المتفجرات اللي عم تعتمد بالصواريخ، كلنا بنقول انه مش بس اللي عم المبنى اللي عم ينزل عليه الصاروخ من الطائره او البرج هو اللي عم يتأذى، انا برايي حتى المحيط، يعني اذا في اشخاص بالمحيط حتى وان لم يصابوا وكانوا داخل يعني مراكز محصنه جدا جدا قد يعني يقتلون لنتيجه شو بنسميها يعني الموجات الصدميه اللي بتتسبب بنتيجه التفجيرات يعني الكبيره، يعني امرار الدماغ بتفجر، امرار العقل القلب عفوا بيتفجر، كل هؤلاء الامور قد تؤدي الى الوفاه. وبالتالي انا اعتقد يعني وهذا شيء منطق لازم يكون عند المقاومه مراكز يعني خارج اطار الضاحيه الجنوبيه، خاصه وانه الكل بيعرف انه في انفاق تحت الجبال، وبالتالي الجبال قد تهيئ امكانيات وحصانه ومناعه اكثر للمقاتلين، الا ان يعني الضاحيه بتسبب لهم اذا بدك سهوله بالتواصل فيما بين بعض البعض، ولكن بعد ان تكشفت كل هذه المخاطر انا برايي صار من الخطا اداره المعركه من قلب الضاحيه الجنوبيه، اداره المعركه بشكل مركزي صحيح ومن قلب الضاحيه ممكن بشكل مركزي من محل ثاني كمان، يعني صار لازم يغير، يعني هذا خطا استراتيجي حصل ربما انا برايي ربما لانه يمكن ما كان خاطر على بالهم، يمكن قاسوا معركه اليوم اللي عم تحصل اليوم قياسا على الاسلحه التي استعملت خلال 2006 مع زياده شوي اذا بدك احتياطات، وبالتالي اعتبروا انه التحصينات تحت الارض ستحمي القياده المركزيه، الا انه العدو يعني فاجانا انا برايي باكثر من اطار كان على المستوى الاستعلامي او المستوى العسكري ونوعيه الاسلحه التي استعملها لبنان، حتى ما استعملت في غزة أكيد الصواريخ التي اليوم تلقى على الضاحية اللبنانية الضاحية الجنوبية في بيروت لم يلقى مثيلا لها على قطاع غزة، وربما ليس بأي حرب تانية حتى بكرة ترابورة ما استعملت هذه الكميات من القدرة التفجيرية. بما أنك ذكرت نقطتين بدي أسألك عنهم، في بعض الأحيان عم بيتم قصف الضاحية الجنوبية من دون ما نقدر نسمع صوت الطائرة أو الطيران، وقيل أنه يتم قصفها من البوارج الحربية، هل هذا الأمر ممكن؟ ممكن قصف الضاحية من بوارج إسرائيلية؟ الأكيد في مسلمتين، أول شيء أنه العدو الإسرائيلي عنده أو ثلاث مسلمات، العدو الإسرائيلي عنده كم كبير من الأهداف على المستوى الأشخاص وعلى مستوى المواقع، والأمر الآخر في يعني إذا بدك متابعة ومراقبة مستمرة من قبل طائرات المراقبة، واللي قاعد ببيروت بيشوف انه عم يسمع صوت دائما للطيارات بالنقل المباشر عم نسمعهم، هلا هذا لأكثر من سبب ممكن تستعمل هي لمراقبة الأهداف، وممكن لتحديد إذا بديك عبر أشعة ليزر أو خلاف ذلك يعني لتحديد الموقع اللي لازم ينضرب، وكذلك الأمر نحن كلنا بنعرف أن العدو الإسرائيلي عنده الطيران هو الأحدث في العالم، فكيف الحال إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه يستعمل أحدث طائرة في العالم موجود اليوم يلي هي F-35 تليها F-16، وكذلك الأمر كلنا بنعرف أنه الأسطول البحري بقدراته الصاروخية لدى العدو الإسرائيلي والمزود بأحدث الصواريخ الأمريكية الصنع، وربما في صناعات إسرائيلية متطورة في هذا الإطار، فإذا بالحروب دائما بيكون في إذا بدك يعني تكامل بين الأسلحة، يعني تستعمل أكثر من سلاح في الوقت واحد، بنشوف أمرار صواريخ أمرار من قصف جوي وأمرار يمكن بيكون حاطين شو الفرق لما بيتم استهداف، يعني ليش بنقي خيار العدو أنه هلأ بيرجي هلأ طيارة،
لكن بدي ارجع شو الفرق بين السلاحين؟ بدي ارجع مثلا للحرب 73 لنوضح وقت ضربوا صواريخ السلام السورية اللي كانت منتشره بالبقاع. اذا بده يطلع طيران اليوم واذا بيعرف العدو الاسرائيلي انه في اسلحه مضاده للطيران ما هيك بيحاول يبعد طائرات وبالتالي يستبعد يستعمل البوارج اللي قادره صواريخ اول شيء تمرق بمجال قريب للارض صعب كشفها من الاقمار الاصطناعيه وكما بتكون هي بعيده عن منأى صواريخ الارض جو وقد يكون ذات الامر لانه كلنا سمعنا انه المقاومه عم تستعمل اسلحه مضاده للطائرات على في معرض الحرب واعلنوا اكثر من مره انه اضطرت الطيران الاسرائيلي الى مغادر الانسحاب ومغادر الاراضي اللبنانيه. كل هذه الامور انا برايي يعني بدنا نرجع نقول هالعدو عنده كل هذه الامكانيات بالوقت اللي نحن تقريبا مكشوفين ومكبلي اليدين. سلاحنا بيقتصر على سلاح ذو فعاليه محدوده بكل ما الكلمه معنى سواء اطلقت على جبهه هون او على الجبهه البعيده. الانفاق في غزه رغم الفتره اللي قدمتها هذه الانفاق لحركه حماس للصمود الا انه لم تتمكن من حمايتها بالكامل. شفنا اللي صار بغزه بالاخير تم تدمير حماس يعني باستثناء بعض المعارك الجانبيه او المواجهات الجانبيه بس ما بقى في حركه حماس كحركه مسلحة متماسكة. الأنفاق بلبنان هل تعتقد أنها مختلفة؟ رح تقدر تأمن حماية أكبر؟ هل هي متطورة أكثر؟ وهل السلاح الإسرائيلي اللي استخدم مرتين باغتيال هاشم صفي الدين وباغتيال السيد حسن نصر الله قادرة للوصول إلى الأنفاق وبالتالي شل هذا السلاح اللي عم يعتمد عليه حزب الله او عم نسمع انه بيعتمد عليه؟ السؤال باهميته بيقتضي او بيدفعنا لنميز بين طبيعه الجبهتين. اوكي. الحقيقه خلينا نقول من الناحيه الجغرافيه الارض اللبنانيه تضاريسها اكثر يعني اصعب بكثير من الفلسطيني المحتل وخاصه قطاع غزه اللي هو بنيه عن ارض رمليه سهليه وبالتالي مكشوفه على كل المستويات. اما الفارق الاكبر هو الحقيقه الخرق اللي شفناه على الجبهة اللبنانية الخلق المعلوماتي والتقني لم نلحظه أو بذات المثل أو بذات الدرجة على المستوى الفلسطيني. الحقيقة لأنه هون سرعة الأحداث وعدد اللي تمت يعني استهدافهم والوصول لأن الكيان الإسرائيلي في لبنان بقدرات حزب الله ما شفناها مثل عند حماس والجهاد الإسلامي. فإذا هذا فارق كبير. الأنفاق بالآخر يعني وقت أنت تمسح الأرض كل ما عليها من مباني إلى ما هنالك بتصير شبه مكشوفة وبالتالي بصير صعب إخفائها. وقت يكشفوا طريقة يعني بناء الخريطة الخنادق يعني كيف يعرفوا كيف عم بيموهوا من الخارج ما هيك وقديش عمقوا كل هالأمور بتسهل عليهم بعدين يمكن كشف باقي الخنادق. أنا بدي أرجع أقول رغم أهمية هذه الخنادق ويمكن تكون أقوى إذا بدك ومحصن أكثر تحصينا من الخنادق التي أقيمت في الأرض الفلسطينية إنما هون مع صعوبة الحفر يعني صعوبة الحفر بالرمل تختلف كليا عن صعوبة الحفر بالصخور. إنما هون بتوفر لأنه وقت تفوتي بجبل مثلا أو هضبي بيكون الارتفاع عالي كتير وبالتالي بيحصنك من الاستهدافات الجوية. أما بيضل الاستهداف عبر مداخل هذه الأنفاق وطبعا من هون يمكن عم بفكر العدو الإسرائيلي من هون عم بفكر العدو الإسرائيلي بعملية اجتياح بري أو إذا بدك يعني خرق بري تواغل بري هنا عم بيسموه لأنه يستكشف وين الأهداف وكيف عم بيمخبينا لحتى يكشف هذا السر هذا ويصير يستهدف الأهداف. يعني كمان قبل شوي الصحفي بيير عطلة قالنا أنه حزب الله انفيزيبل ما بتقشعه بالجنوب يعني غير مرئي وبالتالي المعركة تدار من داخل الخنادق والتحصينات. جنرال يعني بتختلف وتيرة القصف بين مكثف بين أقل استهداف يعني مواقع محددة ولكن العدوان الإسرائيلي مستمر واللي أهم النقطة لازم نشير لها هو منع فرق الإسعاف من تقديم الإغاثة اللي ربما يكون فيها هلأ تم إخلاء الضاحية بس ربما يكون في جرحى لازم فرق الإغاثة تدخل وهذا ما يعتبر خرق للقوانين الدولية وجريمة حرب. وحصل أكثر من مرة استهداف لا سيارات الدفاع المدني ولا مراكز الهيئة الصحية بغض النظر عن التبريرات اللي قالتهم اللي اعتمدتهم إسرائيل ولكن هو خرق لعمال إغاثة. لماذا إسرائيل تعمد إلى هذا الأمر بالتحديد يعني ليش عم تستهدفهم أنه هو اللي عم بيقدموا إغاثة؟ قبل إجابة على هالسؤال بدي أجاوب على السؤال اللي طرحتي حضرتك بآخر قبل المنطقة المريان التقرير. بدي أقول أنا هيدي حرب طبيعية يعني في مبدأ عسكري بيقول كل هدف مرئي أو مكشوف لأسلحة الجو وأسلحة المدرعات فهو هدف مقضى عليه وبالتالي أعمال المقاومة هي تقوم على الكر والفر
من الطبيعي أن تكون قوى المقاتل اليوم المقاومة قوى حزب الله اليوم هي تختبئ بأنفاق خلف أشجار خلف دراي إلى ما هنالك، وبالتالي هذا أمر طبيعي. وإلا الحرب الجبهية، ويمكن هون كانت الخطيئة، وقت وضعنا حزب الله بحرب جبهية مع الجيش الإسرائيلي كان لازم نتوقع أنه نحن راح يكون في خسائر، لأن مثل ما قلنا حرب غير متكافئة. أما عمل المقاومة هو حرب جارية بكل ما للكلمة من معنى، يعني كر وفر، بنضرب وبننسحب، بنضرب وبننسحب. وهون بدي عاقب أنه كشفوا إذا بدك يعني نفق أو مستودع أو مخبأ، هذا ما بيغير مجريات الحرب بشكل عام بعملية الكوماندوس اللي أعلن عليها. إلا أن نحن عن نظرة استراتيجية أنا برأيي، أو البعد التكتيكي البعيد للأمر شوي، لازم نقول أنه هذه الحرب بالآخر سيتحكم بها العدو الإسرائيلي، نحن ما بيجوز نضل متفرجين عليها. هذا من الناحية العسكرية ولا السياسية. بدي أنتقل للسؤال الثاني واللي هو استهداف الأطقم الصحية والمستشفيات. هذا الأمر على درجة كبيرة من الخطورة. أولاً هذا اعتداء صارخ أنا برأيي لكل قوانين الحرب، أي خرق لكل قوانين الحرب والمواثيق الدولية التي ترعى أصول الحرب، بمعنى أنه يمنع استهداف الجرحى حتى ولو كانوا مقاتلين، ويمنع استهداف المراكز الصحية الاستشفائية أو المستشفيات التي أقيمت، إن كانت ثابتة أو أقيمت يعني ميدانية لمعالجة الجرحى، وكذلك الأمر بالنسبة لوسائل النقل. فكيف بالأحرى إذا مثل الصليب الأحمر أو كل يعني التنظيمات الدفاع المدني والإخلاء الصحي العاملة في هذا الإطار، فهذا خرق فاضح لقوانين الحرب. إلا أن العدو الإسرائيلي ما كتير بعير للأخلاقيات وأدبيات الحرب الحقيقة. منذ يعني ما شفنا كنا عم نتابع حرب غزة، هذا الأمر كثير الاهتمام، وحتى بالقرارات الدولية اللي صدرت عن المحاكم العدلية، محكمة الجزاء الدولية والمحكمة العدل الدولية كمان مهتم لهم. فبالتالي قد نتصور ذلك، وهذا الأمر أنا بيدعو أنا برأيي، يدعوني لمناشة أنا برأيي الجهات المعنية، إن كان في الصليب الأحمر اللبناني أو كل الأجهزة العاملة في إطار الإسعاف الصحي والدفاع المدني ووزير الصحة، لعقد مؤتمر صحفي ويندده بهذا السلوك الإسرائيلي اللي هو خارج كل أدبيات وأخلاقيات الحرب. عندما تحدثت إسرائيل عن عملية محدودة، قالت في عملية برية محدودة، اعتبر البعض أنه ربما تكون محدودة بالزمان، وبالتالي بلش تطلع سيناريوهات أنه ربما رح يكون في إنزال إسرائيلي لتسهيل يعني الدخول البري إلى بيروت. هل قادرة إسرائيل أنه تعمل إنزال؟ أين هي نقطة الضعف بهذا السيناريو؟ أو الإنزال بيوضع فعلا الجنود الإسرائيليين داخل أتون النار؟ لأنه كما قال حتى السيد حسن نصر الله قبل اغتياله، نحن نطيق ونتفوتوا لثقته بقدرة الشباب على القتال المباشر، الالتحام المباشر. من دون ما نقلل من القدرات القتالية لدى عناصر حزب الله، بيّن أنه عنده قدرات قتالية عالية، إلا أن هذا الأمر ما بيحارب التقانية. مثل ما قلنا أحد المرات، إسرائيل تحاربنا اليوم بأسلحة الجيل الخامس، ما فينا نحن نقتلها بالسواعد المفتولة ولا بالشوارب المرفوعة لفوق. يعني ما يعني القوة على الأرض ما بتغير شكل المعركة؟ أكيد بتأثر، ولكن أنا برأيي يعني الغلب للتقاني والذكاء، الذكاء والتقاني في هذا الإطار. وهذا ما بنقول نحن أنه العناصر المقاومة مش ذكية أذكية، إنما أذكياء، ولكن محدودية القدرات لديهم تجعلهم أضعف في هذا الإطار. بدي أرجع لك، قد يكون العدو الإسرائيلي أو أشير أنه باستهدافه للمستشفيات وأطقم الإسعاف، قد يكون هو يسعى إلى القضاء على بعض المقاتلي حزب الله اللي أصيبوا خلال المعارك، ولكن هذا شيء مبرر. فإذا نرجع للسؤال اللي حضرتك تفضلت فيه، نحن طرح العدو الإسرائيلي أو أوهمنا بأن المعركة هي مؤقتة وقصيرة الأمد ومحدودة المجال الجغرافي وصدقنا، ولكن كان هذا خطيئة. وأنا الحقيقة يمكن من القلة من اليوم الأول قلت لهم أوعوا تصدقوا هالتوجهات، لأنه كل المعطيات وكل تشخيص الوضع على المستويين الإقليمي والدولي واللبناني والإسرائيلي تشير أنه الحرب مفتوحة. وأعود وأكرر، الحرب لم تقتصر على ما حدث في غزة ولم تقتصر على ما حصل في لبنان، وإنما متسعة من حيث يعني أول شيء صرنا شايفين هلأ معش في سقف العمليات العسكرية في لبنان، وكذلك النطاق الجغرافي. فقد من الطبيعة أنا برأيي أو كل يعني الهواجس تقتضي التحرز والتنبه، لأنه هذه الحرب يعني تتجاوز الحدود اللبنانية إلى مناطق على مستوى. رح أحكي عن التوسع اللي يشمل العراق. فإذاً نحن مثل ما قال خميني، ما فينا نبني حساباتنا على حرب مؤقتة لأنه قلنا العدو الإسرائيلي هيك، لا، نحن بدنا ناخد الاحتمالات الأسوأ. بس خليني أطمن العالم، باعتقادك طبعا ما فينا نعرف لأنه هيدا قرار بيصير بإسرائيل، بس أنه بخبرتك العسكرية، هل يبغى أن يكون في إنزال إسرائيلي بمناطق نحن اليوم عم نعتبرها
ربما أكثر أماناً من الجنوب، ومنا يتوجهوا إلى الضاحية ويجوا يفوتوا على المناطق. هل الشيء ممكن أو بصير في صد؟ قد يكون في انزلات موضوع، انزلات وليس انزل واحد، انزلات موضوعية لي إذا بدك خلف خطوط المقاومة لإرباك المقاتلين على الجبهة الأمامية. أما انزلات بمعنى أنه ننزل قوى ضخمة لحتى تعمل اجتياح للعاصمة أو لضحيتها، أنا برأيي هذا غير متصور. هذا الأمر يتطلب اجتياح بحري. أنا الخشية الأساسية الحقيقة اجتياح أنا بحري، اجتياح بحري بري ممكن يكون بحرا وجوا يعني وبرا. ولكن أنا بدي أرجع أقول بدنا نأخذ أكثر من سيناريو. إذا كان هدف العدو الإسرائيلي أنه إقامة منطقة عازلة مثل ما قال لي حدود أو مشارف مجرى نهر الليطاني، وأنا بعتقد هذا يعني يتناقض مع ما يعلنوا أنه نحن بدنا نرجع المستوطنين على المستوطنات الشمالية، ليش مش يعني غير منطقي ومتضارب معه؟ يمكن استهداف المستوطنات. لدى حزب الله ولا زال لغاية اليوم صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى ومسيرات، المسيرة فين يضربوها؟ من أقصى شمال اللبناني، من أقصى الأبعاء. فإذا هذا الهدف المربوط بهالزريعة هيدا متناقضين مع بعضهم البعض، وبالتالي لازم نشطب عن الخطة. الأمر الآخر، ساعي قد يسعى العدو الإسرائيلي لاستذكار ما يسمى بالشروط الحدودي اللي أقاموا إذا بدك يعني على ضوء الحرب الاجتياح 82، وقد يكون أنه لحتى يوضع اللبنانيين كدريئة بين بعضهم البعض ولحماية حدوده. وكذلك هذا الأمر أنا برأيي الشعب اللبناني اليوم يدرك هذه المخاطر، واحدة على استعداد للتعامل مع العدو الإسرائيلي، وواضحة الفكرة النهائية. صحيح. أنا ما أخشاه في هذا الإطار الحقيقة أنه أن يتعمد العدو الإسرائيلي ترهيب السكان المقيمين في المناطق الجنوبية المحاجة له وعلى مسافة كبيرة وإخلاءه، ونحن عم نشجعهم أنا برأيي على النزوح. ليش؟ لأنه الدولة للحقيقة ما عندها وسيلة تحميهم، ما عندنا أسلحة تحميهم، وبالتالي عم يضطروا السكان يغادروا. ولكن وقت اللي يغادروا السكان كل القرى هناك، رح يتمكن العدو الإسرائيلي أنه طالما ما فيهم سكان فبيتشجع أكثر إذا تدمير هذه البنى، وبالتالي بتصير أرض قافرة ما فيها حدا، وبالتالي ممكن بالنار يحمي حدوده. فإذا أنا هون بقول يعني الحكومة اللبنانية والمرجعيات يعني أصحاب اتخاذ القرار وصناع القرار في لبنان لازم يدرسوا هذا الأمر ويشوفوا قديش إلنا مصلحة بإخلاء جميع القرى. طيب ليش ما بنفكر مثلا أنه ندعي السكان اللي بعدهم هناك للالتجاء إلى دور العبادة، لأنه هذه إلى يعني الوضع المعنوي على المستوى الدولي، أو إساحات القرى؟ يعني بتصور أخلاقيا وأدبيا العالم ما بيسكت ما هيك، ولا بيقبل أنه ينضربوا مدنيين إذا كانوا متجمعين بساحات البلدات أو بس كمان هذا الشيء بيسهل لما في تمركز صحيح للسكن، باقي الضيعة فاضية كمان بيسهل القصف، بيعرضهم للخطورة صحيح. ولكن أنا برأيي ما بيسر العدو الإسرائيلي اجتياحات وخلق منطقة عازلة من كل المقومات. هل يعني عادل استخدام الناس كخط أمامي؟ ما عم أقول أنا خط أمامي، لا أنا بدي أقول يعني لحتى يحافظوا على بيوتهم على قراهم، لأنه العدو يعني يعتمد الأرض الممسوحة، يعني كيف نقول الأرض المحروقة بالمعارك، هو عم يمسح كل شيء في بناء هوني تحت حجة أنه هؤلاء البيوت فيهم مقاتلين أو يتردد لهم المقاتلين أو فيهم بعض الصواريخ. السؤال الحقيقة خلينا نفكر أنه طيب إذا بقى العدو على هذا المنوال، طب منترك يدمر كل المساكن الجنوبية؟ وين بيشوف بيت منيح؟ وين بيشوف مستشفى؟ وين بيشوف مصنع؟ كله هذا عم بيقوي بالآخر الدولة اللبنانية والشعب اللبناني عم يدفع فاتورته الكبيرة. فإذا من هون أنا بقول نتيجة هذه المخاطر والاحتمال الثالث، نرجع نحكي ونرجع نقول شو لازم نعمل. الاحتمال الثالث أن يقوم العدو الإسرائيلي باجتياح موسع للبقاع، أنا برأيي الجنوبي حتى يمكن البقاع الأوسط ويمكن للبقاع كله، وقد يعمد إلى محاصرة الضاحية الجنوبية ليكرر ما قام به خلال عملية 82. أنا بدي أقول مش عم نخوف الناس، لا لازم نحكي هذا الأمور، لأنه لازم نأخذهم بعين الاعتبار بكل هذا الخط الساحلي بكل المدن المأهولة. قد يعني قد يكون إلنا نحن لحتى إنه هو يعني يبدو فاتح معركة نهائية آخر المعارك، يعني بده خلاص يعني ينهي إنهاء حزب الله بهالمعنى. أنا عم أقول هاي مش لنخوف الناس ولا لنصبط العزائم، بس لازم نحط السيناريو السيء. نحن ناخذ هالسيناريوهات وندرسها قبل فوات الأوان، يعني للتصدي ما هي لنشوف كيف نحن ممكن نتصدى لهالاحتمال. طيب التصدي بيكون أول شيء بيد لأنه المقاتلين يضلوا هلا على الجبهة لحين وضع الحرب أوزارها، وبالمقابل والتصدي هو الأفعل أنا برأيي هو التصدي الدبلوماسي بكل ما الكلمة معنى. وهون للحقيقة لبنان يفتقر لقيادات بكل ما الكلمة معنى وبمرارة أولى، يفتقر لقيادات أنا برأيي على قياس رفيق الحريري. ما أحوجنا اليوم لشخصيات مثل شخصية رفيق الحريري قادر تبرم العالم اليوم. نحن هون أنه عم نتمنى
وما بعرف شو نتوسل أن الدول تتدخل لدى الكيان الإسرائيلي لوقف هذه الحرب. لن توقف هذه الحرب طالما معتمدين نحن هذه المقاربة، أنا برأيي الضعيفة الضعيفة جدا جدا، وتبقى الدولة واقفة متفرجة على كل ما يحصل. طيب قيادة حزب الله بالمبدأ بالشكل العلني أصبحت غير موجودة بوجوهها البارزة، خصوصا مع اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله، بعد لم يتم الإعلان عن أمين عام جديد، كل مرشح عم يتم اغتياله بسرعة من قبل إسرائيل، حتى قيل أنه تم استهداف مجلس الشورى، حتى يعني بعد ما منعرف أسماء حقيقية مين تم استهدافه ومين لا. هل تعتقد أنه الرئيس نبيه بري فعلا يمكن أن يجسد أو يختصر أو يشمل، خلينا نقول، التوجهات الشيعية كلها بما فيها مناصري حزب الله والقيادة الحزب؟ نيكي، أنا بعتقد كنت بدي أقوله بآخر الحلقة ومصر الوقت الحلقة الماضية مع حضرتك، الحقيقة أنا برأيي من الخطأ اليوم أن يقدم الحزب على إعلان من سماه أمينا عاما خلفا للسيد نصر الله أو لهجمس. أنا برأيي فلتكن غامض الأمور طالما هالمعركة تدار، لأنه هودي قيادات سياسية ما هيك، مش قيادات عسكرية، واليوم الحقيقة الكلمة للمعركة، يعني المعركة هي الكلمة الفصل. بدي أرجع أقول أنه دور الرئيس بري أنا برأيي يعني كمان مكرها أخاك لبطل الرئيس بري، أنا برأيي هو اليوم يعني الأوزن في المكون الشيعي على الساحة اللبنانية، وأعتقد أنه حتى قبل اغتيال السيد نصر الله كان في تنسيق كامل بينهما، إن كان على مستوى الأداء السياسي الداخلي للبنان أو حتى في معرض الصراع مع العدو الإسرائيلي. فمن الطبيعي أن تتوجه الأنظار اليوم نحو دولة الرئيس بري، وأنا أعتقد أنه لازم يكون هو أو يتخذ موقف مبادر لا الموقف المتلقي بردة الفعل، لازم فعلا يكون هو يطلق عدة مبادرات، وأدعو كل المكونات السياسية اللبنانية أنا لإطلاق ما لديها من مبادرات ورؤى والعمل على صياغة رؤية وطنية موحدة متماسكة، لأنه مثل ما قلنا هذه المرحلة مش لتصفية الحسابات للتوصل إلى إيقاف الجبهة، لإخراج لبنان أنا برأيي من هذا الأتون أو هذا يعني ما بعرف شو المحرقة اللي أدخلنا نفسنا فيها. يعني برأيك العمل الدبلوماسي والسياسي اليوم يجب أن يكون سريع لاستباق إمكان دخول دول أخرى على ساحة المعركة على الأرض؟ عم ينحكى عن إمكانية وصول مقاتلين من العراق ومن سوريا وربما من إيران لمساندة شباب حزب الله من لبنان، شو حقيقة هالموضوع؟ هل هذا ممكن بيقدروا يوصلوا في طريق للإمداد بعد غير مكشوفة؟ إذا كنا هيك موضوعيين أنا برأيي ومتجردين، كل الناس بتعرف أنه كان في خبراء عسكريين في كل يعني في لبنان في العراق وفي اليمن، وهذا أمر واضح. إلا أن بعد الانتكاس إذا بدك الاستخباراتية التقنية وضرب القيادات العسكرية اللي أصيب فيها حزب الله، واللي خاصة عملية البيجرز اللي عطلت أو حيرت عدد كبير من المقاتلين، ربما أنا بعتقد هون يعني بدأ واضحا من كلمة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وقت الآل يجب ألا يترك لبنان لوحده وحزب الله لوحده، وبالتالي وكأن دعوة مبطنة إلى باقي إذا بدك التنظيمات التي تعمل ضمن المظلة الإيرانية لدعم حزب الله بالمقاتلين، خاصة أنه هن بيعتبروا أنه حزب الله مدينهم إلو عليهم، يعني سواء كان بداخل السوري وقت الوقف إلى جانب النظام ضد وبالعراق أيضا وكذلك في العراق وطبعا باليمن، وكلنا بنذكر المواقف السياسية الحادة اللي يمكن ندفع نحن ثمنها اليوم للأسف، أنه بتخلي إذا ممكن نقول هيك أنه على الأقل ما عم نشوف الحماس لدى الدول العربية اليوم للدفاع عن المعركة بين حزب الله صحيح. وإسرائيل اليوم الحقيقة عسكريا كيف يصير هذا الموضوع لوجستيا؟ لازم نعترف أنه عسكريا حزب الله اليوم في هذه المعركة منفردا بمواجهة إسرائيل، ولكن على الدولة اللبنانية أنا برأيي تعمل بغض النظر عما إذا كانت متوافقة مع توجهاته إذا بدك بدخول الحرب أم لا، ألا تعمل على حماية لبنان وشعب لبنان ومقاومته، لأنه يعني من يستقرئ برأيي على ضوء التشخيص الحالي بيشوف أن المرحلة القادمة هي يعني بتدهور مستمر ومتسارع أكثر من إحنا متوقعين. يعني فينا نقول أنه في حال تم توجه مقاتلين من العراق واليمن وسوريا إلى لبنان، أول شيء هل الشيء ممكن المعابر الشرعية وغير الشرعية الجبلية والرسمية إلى آخره، هل هي مكشوفة لدرجة أنه يمكن تمرير عدد كبير من المقاتلين برأيك؟ لكن هذا الأمر عمليا وجغرافيا ممكن كثير نظرا لاتساع او لطول الحدود البريه اللبنانيه اللي بتوصل بعتقد شيء 320 كيلومتر او 330 كيلومتر على امتداد الحدود، وللتضاريس كمان اللي ممكن يخرقوا فيها، ولكن
هذا الأمر ينطوي على الكثير من المخاطر، بهذا يؤدي إلى الجبهة اللبنانية، إلى جعل الجبهة اللبنانية جعل جبهة مفتوحة طويلة الأمد، وأكثر من هيك ينطوي على مخاطر استخباراتية، لأنه هالأشخاص الأجانب ما هيك أن العرب وغير العرب اللي قد يقدمون لبنان راح يكون من دس بيناتهم أعداد كبيرة، أنا برأيي من العملاء الكيان الإسرائيلي ممكن تزع فيهم أشخاص وتقول لهم توجهوا بحجة أنه بتقاتلوا إسرائيل. هو اللي بيصنفوا مرتزقة بالجيش ساعتها لما قد يكون أكيد مرتزقة، ولكن الأخطر أنه يكون في بيناتهم عملاء للكيان الإسرائيلي، وبالتالي هون بيزودوا بمعلومات أكثر أو أكثر، وبالتالي هون يعني بتصير خطورة. بجميع الأحوال أنا برأيي هيدا بيؤدي إلى انفلات الوضع على الجبهة اللبنانية كليا، ولا مصلحة لا للبنان ولا للشعب اللبناني ولا لمقاومته ولا لكل الدول العربية والمجتمع الدولي أنه نوصل إلى هذا الحد. خلينا أحكي معك جنرال عن وضع المطار. بالأيام السابقة إسرائيل منعت وحذرت، خلينا نقول، طائرة إيرانية كانت ستهبط في مطار رفيق الحرير الدولي لتعود هذه الطائرة أدراجها، وقالت أنه ممنوع هبوط الطائرات الأتية من إيران. هل فينا نقول أنه المطار محيد؟ هل رح يكون في حجة إسرائيلية جديدة لضرب المطار، وبالتالي الحصار الجوي اللي هن ما حكوا عنه بتم بمجرد ضرب مطار بيروت؟ لكن لغاية الآن فينا نقول أنه إذا بدك يعني لغاية الآن إسرائيل ما عم تتوسع بأنه التطاول على أهداف مدنية محضة ضربت المصنع بهذا الإطار، إلا أنه لا يمكن، هذا الكيان الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي هو عدو لا يمكن الاستئمان إلى جانبه، وبالتالي كل الاحتمالات موجودة. بعتقد التهديدات اللي اجت للطائرات الايرانيه على وجه التحديد او للخطوط الجويه الايرانيه على وجه التحديد يمكن كان عم بيظن العدو الاسرائيلي انه قد تستعمل هذه الرحلات لامداد حزب الله بالمقاتلين، وبالتالي بتكون في سرعه لايصال عدد كبير من المقاتلين. بعتقد هذا الهدف الرئيس من هذا الموضوع. اما نحن على برجع بقول نحن على المستوى الداخلي نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار انه يمكن الضغوطات الدولية وخاصة الفرنسية والأوروبية على وجه التحديد، ويمكن في رغبة شوي أمريكية أنه بتحييد البنى التحتية اللبنانية بشكل عام لغاية الآن ما تبقى، بس قديش يلتزم العدو الإسرائيلي هذا بيعتقد يعني بيتوقف على سير المعارك والأهداف اللي هو عم بيحققها، يعني قديش بيكون راضي عن الأهداف اللي عم بيحققها. لغاية الآن عم نشوف نحن صحيح في بعض القرى يحكى أنه عم تنبات حتى في البقاع وليس فقط في الجنوب، إنما للأسف العدو الإسرائيلي ضارب على قادر على ضرب أي هدف مدني أو عسكري على امتداد الجغرافيا العربية. هل تعتقد أن مطار بيروت يستخدم لأغراض عسكرية خاصة بحزب الله حتى الآن؟ أعتقد بل أجزم أنه لا يمكن أنه يوصلوا يعني أي جهة في لبنان لهذا المستوى من الغبوي، وأنه بيكونوا عم بيعرضوا أهم منشأة في لبنان لهذه الاستعمالات. أنا أؤكد بأنه المطار بيروت الدولي، خاصة أني كنت رئيس مكتب مكافحة المخدرات وكنت زور المطار، بعرف أنا أنه محيد عن كل هذه الاعتبارات. ما في مستودعات سرية بالمطار؟ لا يمكن لأنه ما في أنفاق تصل، يعني أنا عم استعرض شو يروج لأنه ممكن أنفاق ممكن تصل الضاحية بالمطار؟ ممكن أنه يعتمدوا تنفترض أنه يمكن شي ممر لحتى إذا وقت بني يسافروا قيادي حزب الله أو المفادين الإيرانيين. أما يعني إذا بدك استيراد الأسلحة أو جلب الأسلحة إلى لبنان، أول شيء جواً ما فيها تحمل كميات كبيرة من الأسلحة، وبالتالي العمليات اللي يعني يصار فيها إلى تهريب الأسلحة إلى الداخل اللبناني للمقاومة أكثر شيء بتكون بحراً، لأنه السفن فيها تحمل كميات أكبر، وبراً. ونحن كعم نشوف أنه إسرائيل، يعني قلنا هذيك المرة ذكرنا أنه إصرار إسرائيل على تعطيل المطارات السورية لهذا الأمر، وكذلك يعني بالضرب المعابر المؤدية من سوريا إلى لبنان. يعني هيدا اللي منسمعه أنه ضربوا شحنة، مجموعة شاحنات جايين من سوريا، هيدا هي الحقيقة. يعني بدنا نعترف أنه إسرائيل يعني عم بتلاحق صغيرة والكبيرة على كل ما يحصل على امتداد الجغرافي، إذا بدك السورية اللبنانية العراقية وربما اليمنية الإيرانية. هل صحيح أنه بيقدر عبر مطار بيروت يتم وصول أو استيراد يعني أو استقبال حزب الله طبعا قطع عسكرية تحويلها فيما بعد بمصنعها إلى أسلحة؟ من الناحية العملية ممكن، يعني كل إذا بدك التجهيزات ما هيك الرقمية ممكن استيرادها على عجل، يعني إذا كانوا مضطرين، ولكن برجع بقول إن كميات الأسلحة الأسلحة عادة بهالحجم والكميات عادة تستغل فيها مثل المخدرات، يعني الكميات الكبيرة بتكون بالشحن البري أو الشحن البري،
أما الشحن الجوي هو للعمليات كثير صغيرة أو المستعجلة، يعني إذا كانت هناك حاجة ملحة لبعض مثلا مثل أجهزة الاتصال مثل كذا قد. ولكن أنا أعتقد أنه لدى المسؤولين اللبنانيين وقيادة حزب الله الحكمة لتحييد مطار يعني رفيق الحريري عن هذا الصراع، لأنه ما في منفذ آخر للبنان. بالمناسبة جنرال بدي أسألك، إسرائيل قتلت بالأمس أو يعني بهذا الليل مسؤول بحركة حماس بطرابلس، كيف ترى يعني هذا الموضوع؟ مثل ما قلت لك كل المساحة الجغرافية الحقيقة في لبنان وسوريا اليوم هي مفتوحة أمام العدو الإسرائيلي، وربما مثل ما قلت لك أوسع. يعني هلا هي مفتوحة أمام العدو، بس حركة أجيش. حماس شو بدها تكون عم تعمل بطرابلس؟ حرق القدس من طرابلس يعني؟ لكن يمكن هذا كان خلل كبير أنا برأيي بأنه فتحنا الجبهة اللبنانية لمقاتلي المنظمات الفلسطينية وبالتحديد منظمة حماس وغيرها. حتى على مستوى الجماعة الإسلامية أنا برأيي ما كان لازم يفوتوا بهذه الحرب مثل ما قلنا، لأنه كنا متبصرين لوين رايحة. الدخول أو الدافع للدخول بهذا الحرب أنا برأيي كان أخلاقي لا غير، يعني وكأنه بحس بدنا نحافظ نحن على معنوياتنا، أنه نحن وقفنا ما وقفنا نتفرج على حماس رحنا دخلنا الحرب معهم. ولكن أنا برأيي هالموقف الأخلاقي هيدا الحقيقة ينطوي على مخاطر كبرى يلي هي جر لبنان إلى تدمير شبه كلي. خلينا نرجع إلى السياسة اللي نحن يعني إلنا قدرة عليها. بالوقت الحالي الجمع يطالب وقف إطلاق النار بتطبيق 1701، حتى رئيس نبيه بري قال 1701. قبل شوي صحفي بيير عطلة أكد لنا أنه من شخص مطلع بالسياسة الفرنسية أنه فعلا الأمين العام لحزب الله كان وافق على وقف إطلاق النار، ولكن تم الاختيال فيما مضى. أيهما الأبدأ الآن، هو وقف إطلاق النار أم العمل السياسي الداخلي والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية ليتكلم باسم لبنان في أروقة القرار الدولي؟ لكن ما فينا نحكي عن وقف إطلاق النار الحقيقة بدون ما نكون مهيئين له ظروف نجاحه. يعني بدك تشوفي كل هدف، ما هيك الأهداف المعلنة وغير المعلنة لكل طرف من الأطراف، بمعنى أنه شو هو الغرض الإسرائيلي أو الغاية الإسرائيلية من هذه الحرب، ما هيك، وشو هو الغرض إذا بديك لبنان اليوم أو لحزب الله من وقف الأعمال القتالية. بالطبع بالنسبة للبناني نحن أنه الحد من الخسائر والقضاء على قدرات حزب الله، واضح هذا الأمر، ما هيك، وتجنيب لبنان المزيد من الأضرار على المستوى الرسمي. أما بالجانب الإسرائيلي مثل ما قلت لك يعني يبدو أنه إسرائيل كان عندها مخطط معد مسبقا أنا برأيي وتتهيأ له منذ 2006، وربما لاحظت أو استغلت شرارة إطلاق عملية طوفان الأقصى واتخذتها شرارة لإطلاق حرب مفتوحة. فإذا نحن الخطيئة اللي وقعنا فيها كمان التانية أنه نحن منوقف الأعمال القتالية في لبنان، وقف فور ووقف الاعتداءات على غزة، بس الحقيقة من نحن مش نحن المنقرر، يعني في العدو الإسرائيلي اللي عم بيقرر، ما هيك، وحتى عدو لا يرضخ لكل الضغوطات الدولية أو لكل الإمكانيات الدولية أو التمنيات الدولية. هذا إذا كانت إذا بدك هناك من ضغوط وتمنيات جادة. يمكن في ناس كتير فرحين اليوم بيقول ما يحصل ويتظاهرون بأنه هن عم بيمارسوا ضغوط على العدو الإسرائيلي. فإذا هذا وقف إطلاق النار ما بيجي من طرف واحد، ولا لبنان قدر يتحكم فيه، ولا المقاومة، ولا حزب الله، ولا حدا الحقيقة اليوم. لمن يتحكم فيه هو نتنياهو على وجه التحديد، يلي مثل ما قلت لك أنا راح بحالة انتشاء، خاصة يعني بعد ما كان شوي إذا بدك يعني محرج بما حصل ويحصل في غزة، خصوصا فشل المفاوضات بتحرير، أما في لبنان عمل انتصارات برأيه طبعا مش برأينا، انتصارات في لبنان، حقق أهداف، اغتال قيادة حزب الله. استطاع نتنياهو أنا برأيي إقناع الشعب الإسرائيلي مؤخرا والقيادات الغربية بأنه هو يتطلع إلى رؤية استراتيجية أبعد. قال له المعركة أبعد ما أنه نوقف عملية طوفان الأقصى أو نقتص من عملية طوفان الأقصى أو الثأر مثل ما بيدعي المحور الممانع أنه بنثأر لفلان ونثأر لفلان. الحقيقة صرنا عم نشوف أنه الاغتيالات عم بتكون حتى ما عم نقدر نقول أنه بنثأر لفلان ولفلتين لأنه فلتت الأمور على شو اسمه. يبدو أنه نتنياهو نجح إلى حد كبير بإقناع الغرب أنه رؤيته الاستراتيجية على مستوى إنهاء الصراع يعني بشكل كلي في منطقة الشرق الأوسط كاملة يعني اقتنع فيها القادة الغربيون، ومن هنا هو يعني اليوم يقود بكل ما للكلمة معنى أو يتخيل لأوله أنه يقود، وهو فعلا عم وكأنه يسعى إلى تسجيل حاله كبطل يهودي قومي صهيوني على مدى يعني الوجود الكيان الإسرائيلي بخلال هذا التوجه الاستراتيجي اللي اعتمدوا بالقضاء على كل قدرات محور الممانعة. وأعتقد أن اليوم يعني إذا ما نشوف يعني حتى محور الممانعة اليوم على المستوى صناعة القرار بإيران أنه صاروا ميالين
إلى الجنوح نحو منحى سلمي، وربما يعالج المسألة الفلسطينية والخلاف في الشرق الأوسط بنحو نهائي. ومن هنا أنا برأيي أرى أن الحظوظ ترتفع شيئا فشيئا لاعتماد حل الدولتين، حتى وإن تظاهرت إسرائيل اليوم أنها ضد هذا الحل. أما أعتقد على المستوى الدولي الكل الشعوب العالم اليوم والمسؤولين على المستوى العالمي صاروا مقتنعين أنه لا يمكن إنهاء القضية الفلسطينية وإبادة كل الشعب الفلسطيني، ولابد من مخرج إنساني، ولا أقول عادل، إنساني بمعنى أن نضمن حياة كريمة للشعبين اليهود يعني والفلسطيني. بعد التفوق العسكري شو ما كان المخرج راح يكون طبعاً هذا الغلب. المخرج الغلب وهو له التأثير الأكبر الحقيقة على المجريات الجيوسياسية على مستوى المنطقة ككل. وبين واضح ما عاد، يعني إذا بتلاحظي ما عاد في الخطابات التهديدية والخطابات الممانعة والتوازن الاستراتيجي وتوازن الرعب إلى ما هنالك. هالخطابات هذه اندثرت وما عادش سمعناها. ما بقى في شخصيات. وأنا برأيي محور الممانعة، وعلى الأقل هون في لبنان أنا برأيي وقعوا ضحية ما يسمى بالمناظرين السياسيين والجيوسياسيين واللي كانوا شغلتهم بس يزقفوا ويبنوا آراء أنا برأيي على مطعيات غير صحيحة. يعني يمكن حتى بالوقت اللي كنا نحن نعارضهم بعض الرأي كانوا يتهمونا أنه أنت هذا خطاب انهزامي، خطاب تثبيتي محبط. لا نحن بدنا أنا برأيي الشجاعة شيء مهي والعقلانية شيء آخر. يعني المطلوب الشجاعة المقرونة بالعقلانية، أما الشجاعة لوحدها بصير متهورة. فأعتقد أنا يعني كلنا وقعنا ضاحية تضخيم قدرات ما يسمى بمحور الممانعة والتقليل من قدرات الكيان الإسرائيلي، وخاصة سوء فهم إذا بدي لمدى حجم الدعم والغطاء الذي يوفره الغرب للكيان الإسرائيلي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. وفعلا بيّنوا أنه جاهزين لخوض غمار حرب دولية يمكن مش بس إقليمية خدمة لهذا العدو الإسرائيلي، وهنا الخطورة. ومع هذا التفوق العسكري تبدو إسرائيل قادرة وبسهولة على خوض هذه المعركة. هذا ما يسعى إليه نتنياهو. برافو. نعم يعني نتنياهو عم بيقول لهم ما بدي حاجتكم أنا، بس أنتوا تتفرجوا، أنا بدي أضرب إيران منفردا. ليش؟ لأنه استقرع. أول شيء إضعاف إيران بدأ عندما تضعف أذرع إيران المسلحة في الخارج قبل ما تدخل إلى عمق الدولة الإيرانية. تم القضاء على حماس، يتم ضرب حزب الله بالعمق، خسائر كبيرة لحد هيدي اللحظة إن كان بالجبهة ولا بمستوى القيادات. بالنسبة للحوثي، بعد في الحوثي كاسم كبير يعني. حاجي صوب بس بدي شدد على النقطة اللي أثرت فيها حضرتك كثير كثير مهمة الحقيقة. لكن بيّن الوهن الإيراني اللي كنا نحن هون بعد مش شايفينه كثير من المنظرين، عم بيقولك انا ومن يعتبرون حلو المنظرين. بروباغندا كانت كثير. ايوه انا بروباغندا كثير لتعميه الابصار، مش بس الابصار، عرفت شو المقصود؟ العقول. يعني تعميه العقول، احمولنا عقولنا واقنعونا انه الحزب هون قادر لذات اسرائيل بالبحر، وايران قادر للقضاء على الولايات المتحده الامريكيه، وانه القاده هن يعني ما بيندقروا. اما الحقيقه ما بعرف اذا نرجع هيك لتفاصيل بعض الكلمات اللي قالوا نتنياهو، يعني امرار حلو نقرا خلف الكلمات وخلف الخطابات. قالوا إن نحن نعلم أن المشروع النووي الإيراني بعده معوق، يعني عطلناه تأخرناه كتير. وكمان استقرأ ضعف الوهن الإيراني أو عدم الجاهزية الإيرانية لخوض حرب شاملة باعتقادي من ضرب القنصلية في سوريا، وتلاها يعني استهداف قاسم سليماني، وبعد منها هنية والحزب الله. هل هذه الضربات كانت لدس النبض إذا إيران ممكن ترد؟ كل هذه الضربات أنا برأيي جعلت نتنياهو أكثر قناعة بالوهن الإيراني عسكريا أقول. وبرجع بقول كانت العامل الفصل اللي كشف الأمر وربما ساعد باغتيال السيد نصر الله ما يعني زلت اللسان اللي أطلق الرئيس الإيراني. أعتقد أنها يمكن مش مقصودة أنه نحن مش جاهزين لدخول الحرب، ونحن حزب الله ما قادر ليواجه هذا الحرب. هذا اللي سرع أنا برأيي بقيام إسرائيل بالاستهدافات الكبيرة، التشجع لاتخاذ القرار حزب الله. فإذن هذا شجع وسرع وتيرة الحرب. مثل ما قلنا دائما المعارك العسكرية شبيهة بحلبة القتال بين اثنين بيلعب بوكس، ما هيك وقت اللي يأكل أحد أو واحد يتمكن من الثاني بضربة شوي موجعة بينهال عليه ضربة ليقضي عليه. فإسرائيل يبدو أنه بعد الضربات الأخيرة أو بعد التصريح الإيراني أنا برأيي استكشفت الضعف الإيراني وانهالت ضربا على الجبهة اللبنانية على حزب الله، وهذا أمر خطير جدا. ولكن أنا أنفي وأؤكد على أنه إيران لم تبع حزب الله بقرار سياسي عن إرادة، إنما الضعف الإيراني خليها تأخذ الموقف المتخاذل وعدم تصديها. علما أنه رد الأخير الحقيقة جاء إذا بدك استعادة أو محاولة استعادة الكرامة الإيرانية والهيبة الإيرانية التي فقدت. ولكن هذا الأمر أنا برأيي قد يعني يستدرج ردا إسرائيليا، يمكن يكون محدود بعض الشيء، إلا أنه
بعتقد أنا هالتطور الرد والرد المقابل سيقودنا بنهاية المطاف إلى حرب مفتوحة، سواء كانت إسرائيلية إيرانية مغطاة يعني مدعومة من أمريكا وقد تنجر إليها الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنا أنه وأتمنى أنه يكون غلطان أنه سائرون نحو يعني تشكيل حلف شمال أطلسي إذا صح التعبير على غرار الحلف اللي صار بضرب العراق فيما لو فتحت الجبهة مع إيران. هون قديش قادرة الدبلوماسية الإيرانية إذا بدك وحيكت السجاد مثل ما بقوله أنه تتلافى هذه الحرب قديش هل ممكن. عسكرياً تكون المعركة متكافئة؟ يعني أكيد مش أكيد مش متكافئة يعني إذن يمكن ضرب إيران والتفوق عليها بالمعركة قبل ما تتمدد الأمور إلى أكثر بهذا الموضوع. إذا بعدنا ماشيين على نفس الموديل اللي عم بيصير هون، أسلحة المحور الإيراني بميل بجيل إذا فينا نقول جيل معين من التكنولوجيا، بينما إسرائيل أصبحت بجيل آخر أكثر تقدماً. سبقتيني على الرد، بدي أقول نحن عسكرياً وبمنظار تقييمي عسكري محض منقول الأسلحة الأمريكية هون مننزل منرجع منقول الأسلحة السوفيتية مننزل منقول الأسلحة الأوروبية ما هي. فكيف للدول العالم الثالث أنا برأيي اللي مثل ما تفضلتي الناس عم بيحربونا بحروب الـ AI أيوة. الانترناشنال ارتفيشال انتليجنس نحن عم نحارب يعني بحرب الجيل الخامس، ونحن مثل ما قلت لك نحن بعدنا عشوائي يعني احسن شوي من السيوف يعني السيف مثل المجمع كونتينر السيوف مش قادر يعمل فيهم شيء. عم كبر وضخم هالفوارق الحقيقه لنفهم الحقيقه نحن انه لحتى ما ننقاد وننساق الى مزيد من التهور، لانه خلينا نرجع ندرس التجارب الماضيه بكبروا الخصم امرار او العدو لا يبرروا القضاء عليه وتدمير وتدمير بلده. نفس الشيء صار بالعراق وصار بكل دول الاتحاد السوفيتي السابقة، إلا أن شو هي المعطيات إذا صح التعبير التي تتحكم بالمعركة مع إيران، بمعنى جر إيران إلى حلبة الصراع هون أو نقل ساحة المعركة إلى داخل الإيراني. أنا أعتقد مبدأ جوهر كتير عادة تعتمده الولايات المتحدة الأمريكية وهو ترك الخصم يتعفن من الخارج من الداخل ومن ثم الانقضاض عليه. بدي ارجع كمان استذكر لازم نتعلم بإثارة فتن داخلية يعني اسب اللي كيف الثورات اللي كانت عم تطلع اكثر من شغله صحيح. بس بدي ارجع اقول شغله، نرجع للحرب العالميه الاولى متى دخلت الولايات المتحده الحرب بعد ما استنهك طرفي القتال. الحرب العالميه الثانيه كمان بعد ما وهي اجت دائما لتفرض شروطها وتبين انه هي المنتصر الاوحد، واعتقد هيك عملت مع صدام حسين وهيك عملت بافغانستان وهيك عملت بكل الدول الاشتراكيه بعد حصار صدام. فإذن الولايات المتحده الامريكيه واجهزه الاستخبارات الغربيه بشكل عام يعني يعملون في الداخل الايراني ويبدو عندهم كثير، وشفنا قديش كم من العلماء النوويين والعلماء المدرسين يعني اساتذه الجامعه في بعلوم الفيزياء تم اغتيالهم ما هيك، وكم من القاده الامنيين حتى قلنا حتى يعني مقتل حادث مقتل الرئيس الإيراني عليه علامات استفهام كبيرة إن كان يعني تعرض من إسرائيل استهداف إسرائيلي أو حتى من نزاع داخلي. فإذا كلنا نعرف إنه الشعب الإيراني مقسوم إلى طيارين محافظ ما هيك ومتشدد، فإذا هذا الأمر يمكن نلعب عليه وفي 100,000 زريعة بزريعة أنا برأيي لإثارة فتن داخلية. كمان بدي أرجع أقول إيران اليوم عم تدفع ثمن تدخلاتها في الدول العربية شئنا أم أبينا. إيران اليوم على خصومي مع كل جوارة أو مع معظم جوارة، لا مع الأتراك كتير مليح ولا مع الخليج العربي مليح ولا حتى مع الدول الباقي المحيطة حتى في دول شيعية مش كتير صعبة. فإذا كل هذا الأمر أنا برأيي أدى أول شيء إلى وهن على كل الساحة الشرق أوسطية هون، وكمان أدى إلى يعني إضعاف النظام الإيراني لا بل محاصرته على المستوى الدولي. النظام الإيراني اليوم محاصر اقتصاديا، محاصر سياسيا، ومحاصر ماليا. يعني كلنا نعرف ليش عليه عقوبات مالية. هلا أمرار بيقبلوا بعض شوية باط لحتى يعني ما يموتون إذا بدك بدهم إياهم ضعاف بس يضلوا موجودين لحتى يقولوا إنه في بعضه. ولكن أعتقد أنا إنه مرة لكل المرات استطاع نتنياهو إقناع الغرب بعدم الجدوى بسير إبقاء المنطقة على التوازنات القائمة حاليا، وبالتالي يعني أقنعهم بأنه بضرورة تغير هذه التوازنات وبناء وفق توازنات على الأقل بتريح المنطقة. كلنا بنعرف أنه صرنا عم نعيش بقلاقل يعني قرابة عقدين من الزمن مش بس على الجبهة اللبنانية، كل منطقة الشرق الأوسط. يعني اسأل اليوم العراقي بغض النظر عن سياسات صدام حسين أو غير صدام حسين أنه أو معمر القذافي إذا بنسأل الليبي كمان أنت وين مرتاح؟ هلأ والله قبل بالنظام اللي كان سائر الحقيقة كان في يمكن الناس عايشة ما هيك عايشة بكرامة بكذا، يمكن شوي إذا بدك بحقوق سياسية مأخذ منها شوي، ولكن كانوا عايشين أكيد بالتأكيد أحسن من ما عايشين اليوم على كل المستويات.
هل يعني حضرتك عم تقول إنه إيران منخرطة بالكامل في هذا الصراع وسيستجلب الحرب الإقليمية حتماً؟ في سيناريوهات أخرى أو أفكار أخرى بتقول إنه ربما إيران عن جد أنهكت من أذرعها الخارجية، أنهكت من حماس، أنهكت من حزب الله، أنهكت من الحوثي، وكما قال الرئيس الحالي بيزيشكيان أن نحن نرغب بتصحيح وجودنا المالي بالمصالحة مع العالم المالي، ونرغب نحن لا نعادي الولايات المتحدة. ربما هناك نوع من اتفاق أو صفقة أنه منتخلى عن أذرعنا العسكرية الخارجية مقابل السماح لإيران بالانتعاش وبالعيش يعني بشكل أفضل. هل الحركة العسكرية اللي عم تصير توحي بهالشي ولا لا؟ ليك أنا الحقيقة أول شيء مشكور على هالمداخلة اللي كتير قيمة الحقيقة وحطت الأصبع على الجرح. أنا أعتقد بخلاف ما بقول كتير من الناس إنه في اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بقول لا، في يعني عداء استراتيجي إيديولوجي على كل المستويات. الإيديولوجية الإيرانية لا تتوافق مع الإيديولوجية الغربية بشكل عام. أما ما فينا نقول في إذا بدك بداية مبادرة من الطرف الإيراني للتوافق على حل، أعتقد أنا هذا الطرح يعني محاولة، ولكن هذه المحاولة جاءت متأخرة كثيرا. كان ينبغي أن يعني يبادروا يعني فيها، إذا أنتوا بدكم نحن ما بدنا قبل اندلاع الحرب. واضح أنه إسرائيل ما بدها رغم كل الضغوطات الغربية، وأعتقد أن الضغوطات الأمريكية هي بس أجلولنا هالمعارك هذه اللي ما بعد انتخابات. ولكن بالوقت ذاته بدي أستدرك وأقول أنه اللي كان يحرج بايدن هو يعني كان مرشح الانتخابات، كان بحاجة للصوت العربي، وكان من هيك عم بيسير شوي إذا بدك هون أنه الطرف الإيراني والمقاومة. أما بعد ما أنه تخلى عن الانتخابات صار أنا برأيي أكثر راحة يعني وسع هامش المناورة له، وبالتالي صار عم يعطي إسرائيل أكثر وأكثر وأكثر ويتماشى، وكمان عم بيلحق حاله ليقطف ثمار المعركة الدائرة حاليا في حال انتصر العدو الإسرائيلي على المنطقة. بدي أرجع شبه إيران اليوم أنا برأيي اللي تفضلتي حضرتك فيه وأشرتي أنه استنهكت إيران. بدي أعطي مثل أكبر لنتضح صورة بالاتحاد السوفيتي. كانت الولايات المتحدة تبيع الأسلحة المستعملة للدول التانية. ما هي كلنا نعرف أنه نحن حتى بلبنان كان يجينا أسلحة حتى المستعملة تبيعهم. أما الاتحاد السوفيتي كان يقدم هبات للدول الدائرة في فلكه، وبالتالي كانت عم بتشكل اعباء كثير كبيره على الاتحاد السوفيتي وعلى روسيا واوكرانيا على وجه التحديد، لانه كانوا عم بيسلموا هذه الاسلحه رغم كلفتها العاليه، وبالتالي انهك الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وماليا وعسكريا لانه صار بده يغطي كل هذه المحور ويحمي هذه الانظمه. اليوم ايران وقت وسعت فلشت على امتداد الدول العربيه، مثل ما قلت لك نأزت الدول العربيه لازدواجيه الانتماء، يعني صار هالشخص المكون الشيعي بكل الدول العربيه عنده ازدواجيه بالانتماء للمرجعية الإيرانية ولبلده، ففي تناقض كبير، وهذا ما رأته يعني المسؤولين بالدول الأخرى تدخل في الشؤون الخارجية. وإذا بدك يعني فينا نقول أنه نقلت أو حاولت أو سعت إيران تغيير الوجه المكون الشيعي على الدول العربية من وجه عربي صافي إلى وجه ميال إلى العقلية الفارسية، بهذا يعني بجعل مرجعية الفقيه حصرا في إيران بالوقت اللي هي كانت في العراق وليس في النجف وليس في إيران. فإذا كل هذه الأمور أنا برأيي أنهكت إيران وجعلتها خائرة القوة وغير مهيئة على الخوض بمعركة. ما بدي أقول المعركة سهلة مع إيران، لنكون واضحين، المعركة اليوم يعني اللي منحشى منها مع إيران يعني اللي قايلين المنطقة إلى الآن تختلف كليا عن المعركة مع صدام حسين أو أي نظام في الدول الأخرى. صدام حسين كان شخص له هيبته له مركزه له سطوته على كل المكونات العراقية، كان إلى حد ما رمز. أما إيران تقوم على منهجية الثورة الإيديولوجية الدينية، وبالتالي حتى لو دمرت القدرات العسكرية لإيران كدولة لا يمكن تدمير تبقى المنظمات يعني، وأخشى ما أخشى أنه يمكن تشوفي فوضى عالمية على مستوى العمليات الانتقامية على المستوى العالم الغربي والشرقي وكل المناطق. فإذا من هون أنا برأيي الغرب يتحسب لإنعكاسات وتبعات ما هيك المعركة مع إيران والقضاء على النظام الإيراني، لأنه إذا أقصينا الرئيس الإيراني أو تخلصنا من الولي الفقيه سمح الله يعني المرشد الثورة الإيرانية لن تنتهي هذه الحرب، لأنه في مثل ما قلنا نحن حالة إيديولوجية انتشار للفكرة، وهذا الحقيقة يعني ما يقوي إذا بدك يعتبر أو النقطة الأقوى
بكل محور المقاومة لأنه مبني على إيديولوجية عقائدية دينية. دينية. قبل ما نتابع حديثنا ونحكي شيء أكثر عن الحوثي تأثيره الخطر على الاقتصاد العالمي، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بيقول البيان: يتم التداول منذ الصباح بأخبار وتحليلات صحفية تتعلق بالاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي أمس. إن ما يتم تنقله هو مجرد سيناريوهات واستنتاجات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالاجتماع لم يكن عاصفاً كما يزعم البعض، بل على العكس من ذلك كان ضمن الأصول الدبلوماسية المتبعة فاقتضى التوضيح. أنا شخصياً كنت أفضل يكون عاصف، يعني أنا بدي بلكي هيك لاحظ أنه صار في تميز بين واضح. الموقف الرسمي اللبناني والموقف الإيراني. لكن لحد هلأ ما في إذا بدك تمايز كبير ما بين الموقف الرسمي اللبناني والموقف المقاومي أو حزب الله في لبنان، لأن نحكي نكون واضحين لأنه في تنسيق للأسف، ولكن أكيد في اختلاف جوهري أنا برأيي بالمعطيات التي يبنى عليها القرار اللبناني والمعطيات التي يبنى عليها القرار الإيراني. بمعنى اليوم لبنان في المحرقة، لبنان فعلا بيأتون إذا بدك يعني عم يغلي بفرن، عم يغلي أو ربما ميقاتي عم يقول أنه لم يملي عليه شيء. أيوة ربما أما الوزير بالنسبة للإيران أو المرجعية الإيرانية عندها هدفين أو بتخشى من أمرين. إيران إذا جردت مما يسمى بأجنحتها أو أزرعها ما بعرف أو تنظيمات الدائرة في فلكة لم تعد إيران الحالية، صح، وبالتالي قضيتي على المفهوم الذي قامت عليه هذه الثورة، يعني مفهوم تصدير الثورة ما هيك، وبالتالي عاد عن ذلك أقدمت على يعني تقليم الذروع أو يعني شو بنسميه أن الوحدات القادرة أن يعني تؤثر فيها على الساحة الدولية. يعني إذا اليوم نفصل ما بين حزب الله وإيران وبين الحوثيين وإيران وبين الحشد الشعبي بالعراق وإيران ما هيك، وحتى النظام السوري وإيران، كل ذلك أنا برأيي يضعف ويقزم إيران سياسيا من حيث تدخله ووجوده على المستوى الإقليمي، وبرده من دولة جات تأثير إقليمي إلى دولة محدودة بشؤون الداخلية، وهذا ما يسعى إليه مأزومة حتى اقتصاديا. أنا اللي بدي أقوله على القيادة الإيرانية أن تعي اليوم المخاطر التي وضعت فيها لبنان أو دفعت بلبنان إليها وحتى كل المنطقة، وما عاد فيها أنا برأيي هي تبني أمجادة أو تحمي كيانها بخلال إثارة القلاقل عبر ما يسمى بالأزرع الإيرانية أو الأجنحة الإيرانية. الأكثر من هيك أنا برأيي أنه اليوم العالم كله صار فهمان أنه كل التنظيمات اللي عم تتسلح من إيران وتمول من إيران وتدرب في إيران ما هيك، هيدي ما فيك توقف فيها إلا بتقويض القدرات الإيرانية. يعني ما بقى فيهم هني دائما يدوروا المعركة عن بعد وبالتالي على أرض الغير، كانوا هني مبسوطين أنا برأيي بهاللعبة أنه نحن من حركش بإسرائيل من هون، من حركش بالمملكة العربية السعودية من هون، من حركش بالشعب السوري من هذا الأمر، هيدي اللعبة خطرة كتير. يعني وما فيك تقولي وقت وصلت إلى نهايتها أنا بطلت ألعب، ما أنت فت بهاللعبة بك تكون أدى أو ما فيك ما فتش فيها من الأساس. فإذا أعتقد أنا أنه ما بقى فيهم كتير ينوروا بهذا الإطار. هلأ اليوم بعتقد السياسة الإيرانية هي أنه كيف أنا بدي أحمي إيران لحتى ما تنجر إلى الحرب، لحتى حافظ على ما تبقى إذا بدك من النظام الإيراني. ويعني بدي يكون أكثر تفصيلا بهذا الإطار. اليوم في رأيين ما بعرف إذا يعني أشرت له، رأي بيقول إنه كمان إنه نترك إسرائيل أو العدو الإسرائيلي يستهل يتفرد بالاستهداف كل المحاور اللي تعمل لصالح إيران شيء، وهي قاعدة عم تتفرج وبالتالي عم تسهل عليه الوصول إلى إيران، وحكما أنه إيران لن تبقى بمعظم هذه المعركة ونكون أمام مشكلة أخرى وأصعب. أيوة. وعم نسهل يعني. عم نسهل الإسرائيلي أنه يستهدف يتخلص من كل هذه المكونات. ورأي آخر حتى يعني من ضمن الممانعة أنه طالما هذا الأمر لماذا لا تدخل إيران مباشرة، هني بيقولوا أنه حتى تبقى إيران تمول هذه الأزرع، يعني بمعنى أنه قادرة لتمدهم بالسلاح بالتمويل بالماديات بالأمور اللوجستية إلى هنالك. فعشان خلينا هلأ الحرب محصورة هون، ولكن في رأي تاني بيكون أنه ليش مش مرة واحدة ما زال فتوا بعملية طوفان الأقصى واللي كان معروف أنه أو الأمر بديهي أنه تعرف أنه لازم تكون ردة الفعل على هالمسألة، ليش ما فتوا بحرب مفتوح من الأساس؟ كل ذلك أعتقد أنا هون سوء التقدير بالقيادة الإيرانية. وبدي أرجع كمان أقول شغلي وأتمنى أن تفهم بمحلها، الاستفراد باتخاذ القرار إن كان على مستوى تنظيم أو دولي خطر كتير، لكن أحسن ما في اتفاق الطائف بلبنان بأنه نقل المرجعية من شخص
لأنه كلنا منغلط منها إلى يعني السلطة المتكاملة اللي بتمثل كل المكونات. فإذا الدول اللي فيها شخص يتحكم بقراره، شفنا صدام حسين شو عمل ببلده، شفنا كل الأنظمة الاشتراكية والتوليتارية وانصارت، فاهم؟ فإذا من هون الخطورة بتخافي من تهورات قد تقودنا إلى حروب. أنا برأيي وأثمينا معروف حكمة. طيب خليني أقول أنه في إعلام إسرائيلي بيقول أنه يتم التحقق من إصابة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني بالغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. ليش كل قادة فيلق القدس عنا وكلهم بيموتوا عنا بلبنان؟ يعني شو عم بيعملوا هون؟ يعني منكون عم نكذب على حالنا إذا قلنا أنه إيران مش ضالعة بهالحرب أو إذا مش عم بتبع هذه الحرب. يعني هنا عم بيقودوا الحزب هلأ بشكل مباشر حقيقة. يعني حتى المقاومة ما خفوا يوما ولا كانوا يخفوا أنه قاسم سليمان، أنت بتعرف إيش كان يجي على لبنان. فإذا المعركة يعني مركزيا تدار من إيران، أما التفاصيل الصغيرة متروكة للبنان والحشد الشعبي والحوثيين. حضرتك ذكرتي الحوثيين وأنا بدي أكد على هالنقطة الخطرة والأثي. أنا برأيي أهم شيء اليوم بعيدا عن الجبهة اللبنانية وأهم من الجبهة اللبنانية هو ما حصل في حوض البحر الأحمر من إذا بدي كاني إرباك لعملية الملاحة البحرية. تهديد. وبالتالي تهديد وملاحة يعني خلق الاقتصاد العالمي كله بيمرق. هذا الأمر هذه. ما ريح لا الدول الغربية ولا الدول الشرقية ولا الدول الخليجية، ما ريح أحدا. وبالتالي أعتقد أنا إنه العين مستقبلا راح تكون مركزة على الحوثيين. الحوثيين يلي هن الحقيقة رغم كل يعني الـ شو بنسميهم يعني المقالات اللي عم بيعلنوها او شو بنسميها يعني البيانات عفوا رغم كل البيانات معروف ان هذه الصواريخ المتقدمه والتقنيه والذكيه اذا صح التعبير هيدي اكبر من انه يقودها مقاتلين في اليمن. ربما اول شيء الصناعه معروف في صناعه وين، وقد تكون حتى مطلقيها هن خبراء ايرانيين. وبالتالي من هون انا برايي لن تنتهي هذه الحرب الى وضع فرضيه لتركيز يعني لاعاده تثبيت مرتكزات الاستقرار على مستوى الملاحة البحرية على مستوى عالمي مش بس. هل يمكن تهدئة إعادة الاستقرار إلى هذه النقطة الجغرافية المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي من دون القضاء على الحوثي؟ أنا برأيي لا يمكن، هذا أمر متصور الحقيقة. لكن كل اللي صار هلأ ما بعرف ليش بعد في معنا وقت أربع دقائق. أنا بدي أقول ينبغي طرح سؤالين ونوفر إجابات عليهم، وعلى الأقل المسؤولين إن كان على المستوى الدولي والإقليمي حتى على المستوى اللبناني. أنا برأيي منطقة الشرق الأوسط إلى وين؟ إلى أين؟ واللبنان إلى أين؟ وما هي أطر وآليات الحلول اللي بتكرس الاستقرار على مستوى الشرق الأوسط وتكرس الاستقرار السياسي في لبنان؟ على مستوى الشرق الأوسط أنا برأيي مثل ما قلنا ينبغي السير بعملية حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية. طبعا يعني أخذ تعهدات من إيران إن لم يعني تستمر الحرب بضرورة تخليها عن كل يعني دعم للمنظمات المسلحة وتصليحها لهذه المنظمات، واحترام خصوصية الدول وبالتالي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. مثل ما قلنا استقرار الملاحة على مستوى الشرق الأوسط، وبعتقد الحرب مع إسرائيل بالوقت الحاضر أنا برأيي راح توقف نظرا اللي صار، وبالتالي لابد من دفع عملية المبادرة العربية التي أطلقت في لبنان بحل الدولتين. بدي أرجع للمستوى اللبناني. أنا برأيي نحن شو هو أطر الحل؟ الحل هو أنا بدي أؤكد على أهمية إرساء وتنفيذ اتفاق الطائف بحرفيته هذه المرة. يعني كل الخزعبلات اللي شفناها وقت الوجود السوري في لبنان أو تحكم القرار السوري في القرار اللبناني والثنائية اللي شفناها بعدين أنا برأيي بيّنت أنه خلالة بل جاءت مدمرة وأخرتنا عن العالم 100 سنة ضوئية. فإذا لابد من إرساء نظام الطائف وضعه موضع التنفيذ بإعادة إحياء المؤسسات الدستورية بوضع معايير أنا برأيي لتكوين الطبقة السياسية بكل ما للكلمة من معنى، نحترم مكونات بعضنا البعض ونشوف شو هي نغلب مقتضيات النهوض بهذه الدولة والانتشال من هذا المستنقع أنا برأيي اللي لوسنا كلنا سوا ودمرنا ونرجع نشوف كيف نبني الدولة عن جديد. فإذا هذا الأمر بحاجة لحوار، ولكن قبل كل ذلك نحن بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية أيا يكن هذا الرئيس. أنا برأيي اليوم كنا عارفين من البدء يمكن هون عبر شاشتكم مرة قلت أنه اثنين الطرفين 8 و14 أذار مقتنعين أنه ما لهم مصلحة بوجود رئيس طرف، لابد من رئيس حيادي بس. ولكن بدي أقول أنا مش حيالنا رئيس حيادي، بدنا رئيس على امتداد الوطن، رئيس زعيمي وطني شاملي مش مقوقع ضمن مذهب أو طائفي أو منطقة جغرافية. فإذا لابد ما أنه بدنا رئيس يكون عنده رؤية نهضوية إصلاحية قادر على لم الشمل الداخلي بعد ما صارت دولتنا أشلاء. حقيقة نحن في أشلاء دولي وليسنا في دولة. كل هذا الموضوع أنا برأيي ممكن نحط له برنامج عمل
وخطط استراتيجية للنهوض بكل القطاعات وكل الوزارات. ما عد بجوز أنا برأيي حقيقة لو في هيك إنصاف بالتاريخ ليحاسبوا كل اللي وصلونا لما نحن عليه اليوم. المؤسف الدولة اللبنانية بكل مكونة السياسي تخلوا عن الإدارة المالية لشخص معين وهلأ عم بيحملوا المسؤولية وحطوا بالسجن لينتقموا منه بالوقت اللي هني كانوا عم بيديروا ويملوا علي أنا برأيي إملاءات المالية، وكمان بالشيء السياسي وبعلاقتنا مع العدو الإسرائيلي كمان حطينا كيف تخلينا عن كل دورنا بحزب الله وبالتحديد بالأمين عام لحزب الله تفرجنا وهلأ عم نقول لك شو صار فينا إنه صرنا عم نلومه. لا وين كنتوا أنتوا؟ ليش تخليتوا عن دوركم طبعا. وليش بعتوا كرامتكم ووطنيتكم وأخلاقيتكم؟ مع تثميني بدي أختم أنا بتثميني لكل الجهود والحقيقة يمكن نقاوة النفس عم بيقوموا فيها اليوم المقاتلين على الجبهة الجنوبية. صحيح هيدي أخلاق ولكن هؤلاء الأشخاص ما فينا نحن نبيعهم ونتخلى عنهم ونترك العدو الإسرائيلي يقضي عليهم. لابد من استدراك الأمور ووقف هذه الحرب في هذه اللحظة. وعذرا عليك إن أطلت. شكرا جنرال لهذه الحلقة الطويلة والمثمرة. أنا بشكر وجودك شكرا. معنا مشاهدينا لهون بتلتهي هذه التغطية المباشرة. نلقاكم بعد قليل بنشرة أخبار الثانية. تابعونا.